حيث يأخذنا السحر نحط رحالنا في مدينة جبل الأثرية. سنكون معكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامج مدن وقلاع وأسوار. سنتعرف إلى مكامن السحر في هذا المكان، ابقوا معنا، أهلا بكم. أقدم ذكر معروف حتى الآن لمدينة جبلة ما ذكر في أرشيف موقع رأس الشمرة أوغاريت، وعرفت في العصرين الهيلينستي والروماني باسم جبالة. كانت مدينة جبلة في الألف الثاني قبل الميلاد تابعة لمملكة أوغاريت نحو القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وقد تعرضت كغيرها من مدن الساحل السوري إلى غزو شعوب البحر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد بين عامي 1172 و1167 قبل الميلاد. في مطلع القرن الثامن قبل الميلاد تبعت لمملكة أرواد، وخضعت جبلة للبابليين في بداية القرن السابع قبل الميلاد. في هذه الفترة ازدهرت مدينة جبلة واحتلت مكانة مرموقة بين المدن الرومانية. الفترة البيزنطية في عام 395 للميلاد أصبحت جبلة تحت الحكم البيزنطي، وفي هذه الفترة نمت وتطورت المدينة وأصبحت مزدهرة. وعندما بلغت أوج ازدهارها ضربها زلزال عام 476 للميلاد. وفي منتصف القرن السادس الميلادي قام الملك جوستينيان بإعادة بناء المدينة. الفترة الإسلامية، فتحها المسلمون عام 638 للميلاد بقيادة عبادة بن الصامت، وحول مسرحها إلى قلعة. مدينة جبلة القديمة تقع في منتصف مدينة جبلة الحديثة وفي منتصف الجهة الغربية، ومحاطة من محاطة الميناء جبلة القديم أو الميناء الفينيقي. تبلغ مساحة المدينة القديمة حوالي 16 هكتار، وتم تسجيلها من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف كأحد المدن التاريخية الموجودة في ضمن المديرية العامة للآثار والمتاحف عام 1998. مثل ما نلاحظ انه مدينه جبل القديمه مقسومه الى حيين، هو الحي الشمالي هو حي صليبي، والحي الجنوبي هو حي الجامع، يفصلهما شارع القاسم المتجه من الشرق باتجاه الغرب نحو المرفأ. ويعتبر هذا الشارع هو الحد الفاصل بين منطقتين عقاريتين بالنسبه لمدينه جبل. مثل ما نلاحظ على مدينه جبل اغلبيه المباني الاثريه والتاريخيه الموجوده فيها يغلب عليها الطابع المملوكي والعثماني. ومن الملاحظ من خلال المخطط المدينة القديمة أن القسم الجنوبي من مدينة جبلة هو يتبع المخطط الشطرنجي الذي كان قائم منذ خلال العصر الروماني، وهذا دليل على وجود استمرارية تنظيمية للمدينة القديمة من خلال الفترة الرومانية حتى الفترات الإسلامية المتأخرة حتى الفترة العثمانية، وخاصة في الأقسام الجنوبية من المدينة القديمة. تتوزع ضمن المدينة القديمة العديد من الشوارع العريضة والأزقة الضيقة تتخللها بعض الصيباطات، بعض الأبنية التي تسمى الصيباط. كما توزع ضمن المدينة القديمة العديد من المباني الدينية الهامة، ومن أهمها جامع السلطان إبراهيم الواقع في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة جبل القديمة وبجوار حمام السلطان إبراهيم. كذلك في منتصف المدينة القديمة يوجد جامع المنصوري وحمام المنصوري المقابل له وحمام التصاوير ايضا، والعديد من الابنيه الهامه ان كانت منازل او ابنيه حكوميه مثل مبنى السراي القديمه ومبنى بناء على بيت علي اديب وبعض الخانات مثل خان بيت عامر. المهندس أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة. تقع مدينة جبلة على الشريط الغربي لشاطئ البحر الأبيض المتوسط. يبلغ مساحة البلدة القديمة 16 هكتار، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 10,000 نسمة.
يوجد في مدينة جبلة القديمة حيين مشهورين، حي الجامع وحي صليبة. حي الجامع يقع في الجهة الجنوبية لمدينة جبلة، وحي صليبة يقع في الجهة الشمالية لمدينة جبلة، ويمتد المنطقة القديمة في بلدة مدينة جبلة من يحدها من الغرب البحر الأبيض المتوسط. تتوسط مدينة جبلة وسط المدينة، وهي ساحة السيد الرئيس بشار الأسد التي تربط بين البلدة القديمة والبلدة الحديثة، حيث تبلغ مساحة هذه الساحة 7500 متر، إضافة إلى الحفرية الأثرية التي تقع في منتصف هذه الساحة، إضافة إلى مبنى التجارة المؤلف من المحلات والمكاتب التجارية، وإضافة إلى الفندق والمطعم الطابق الأخير. وسوف يعرض هذا الملتقى، وسوف يعرض هذا المطعم والفندق الكابالة في ملتقى الاستثمار السياحي، ونأمل من الأخوة المستثمرين الاستثمار في هذه المدينة الجميلة لما تتميز بشعبها المضياف، إضافة إلى طقسها الرائع والمعتدل في هذه المدينة. أعاد معاوية بن أبي سفيان بناءها وبنى فيها حصنا جديدا خارج حصنها الروماني القديم، وفي عام 777 للميلاد توفي إبراهيم بن أدهم المتصوف في جبلة ودفن فيها، وبني فيما بعد جامع سمي باسمه. نحن هلأ ضمن ساحة جامع سلطان إبراهيم، ومثل ما ذكرت أنه هو واقع خارج حدود مدينة جبلة القديمة في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة القديمة. يعود تاريخ الجامع إلى الزاهد المتصوف إبراهيم بن أدهم الذي عاش خلال الفترتين الأموية والعباسية. مثل ما ملاحظين أنه كمان أنه نحن جامع السلطان إبراهيم أقدم ذكر لحد الآن في تاريخ بنائه يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي، ويغلب على الطابع العام للجامع هو الطابع المملوكي والعثماني، وقد بني على عدة مراحل. مثل ما ملاحظين أنه يتميز جامع السلطان إبراهيم بتعدد القباب الموجودة فيه، حوالي سبع قباب، وبتميز بوجود النوافذ المرتفعة، ويوجد ضمن المسجد هو الضريح المتصوف في الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد. تتميز عمارة المسجد بوجود تعدد القباب، وعددها سبع قباب، وهي أحد العناصر المعمارية المتميزة خلال الفترة العثمانية. للجامعة ثلاثة مداخل، مدخلين في الجهة الغربية ومدخل في الجهة الشمالية. يعلو المدخل الغربي أحد المداخل الغربية مأذنة مربعة الشكل، وكمان هي أحد العناصر المعمارية المتميزة بالفترة العثمانية. ولكن تم الكشف على وجود نص كتابي يعود للفترة المملوكية موجودة في متحف طرطوس، تم استعادتها إلى جامع سلطان إبراهيم، والتي تؤرخ على وجود مأذنة خلال الفترة المملوكية. وبقيت جبلة بيد المسلمين إلى أن احتلها يوحنا دمشتق الرومي عام 969 للميلاد، وظلت جبلة بأيديهم حتى عام 1080 للميلاد، حيث نجح أبو محمد عبد الله بن منصور بن الحسين التنوخي المعروف باسم ابن ضليعة قاضي جبلة باستعادتها، واستعان بالقاضي جلال الدين بن عمار صاحب طرابلس في طرد الروم منها، وبقيت جبلة بيد المسلمين حتى عام 1098. مبنى السرايا القديمة في مدينة جبلة أحد المباني التاريخية الهامة الواقعة في منتصف الجهة الشمالية الشرقية من مدينة جبلة القديمة، وعلى بعد حوالي 100 متر جنوب مسرح جبلة البعود للفترة الرومانية. مبنى السرايا بني على مرحلتين، المرحلة الأولى تعود للفترة المملوكية أي خلال القرن الخامس عشر الميلادي، والطابق الأول بني خلال الفترة العثمانية المتأخرة. تم الاستيلاء على المبنى من قبل قوات الانتداب الفرنسي عام 1925، واستخدم كسجن من عام 1925. وتأتي الأهمية التاريخية لهذا المبنى من خلال الزيارات التاريخية لبعض الشخصيات، مثل زيارة الرئيس شكر القوات لعام 1944، وكذلك إلقاء للشاعر أدونيس وقت كان طفلا حوالي عمره 13 سنة قصيدة من أمام مبنى السرايا
امام سيد رئيس شكل القوات لعام 1944، وكذلك زياره القائد الخالد عام 1971 الى هذا المبنى. وقد استخدم المبنى منذ عام 1961 كعديد من الاستخدامات كمباني حكوميه، منها كمجمع مجمع حكومي للدوائر العقاريه والماليه، وكذلك دائره اثار جبله والعديد من الوظائف الحكوميه. حاليا يتم العمل على تخصيص مبنى السرايا بشكل كامل، تخصيصه كمتحف لدائره اثار جبله، يضم مجموعه من القطع الاثريه الهامه اللي تم كشفها في منطقه جبله. مبنى قبة العمري أحد المباني الدينية الهامة الواقعة في مدينة جبلة، يقع في الجهة الشرقية من ميناء جبلة القديم. المبنى عبارة عن غرفة مربعة الشكل، تقريبا مساحته حوالي 18 متر مربع. يعلو المبنى قبة، وفي الجهة الجنوبية من الجدار يوجد محراب. أما تاريخ المبنى، يرجع تاريخ المبنى للقرن الحادي عشر الميلادي، ولكن لم يعرف وظيفة هذا المبنى خلال القرن الحادي عشر الميلادي. هذا المبنى تحول إلى مسجد صغير خلال القرن الرابع عشر الميلادي خلال الفترة المملوكية، وهذا ما يدل على وجود نقش كتابي موجود في الجدار الشرقي الخارجي للمبنى، يؤرخ للقرن الرابع عشر الميلادي، وهو الذي قام في تجديد هذا المكان هو عمر بن حسين، الذي قام في تشييد هذا المبنى أو تحويل هذا المبنى إلى مسجد صغير خلال القرن الرابع عشر الميلادي. حتى الآن لم يتم معرفة استخدام المبنى خلال القرن الحادي عشر الميلادي أو فترة بناء هذا المكان، ولكن تحول هذا المكان إلى مسجد خلال القرن الرابع عشر الميلادي، والذي قام بتحويله إلى مسجد صغير هو عمر بن حسين، الذي قام في تحويل هذا المسجد إلى أو هذا البناء إلى مسجد خلال القرن الرابع عشر الميلادي. وحاليا تقوم دائرة آثار جبلة بالتعاون مع شبط أوقاف جبلة ومجلس مدينة جبلة بترميم هذا المبنى وإعادته إلى صورته، الصورة اللائقة أو إعادة الصورة اللائقة لهذا المبنى. يقع حمام جبلة الذي يعود للعصر الروماني في الجهة الجنوبية الشرقية من مسرح جبلة، تم الكشف عنه عام 2007 وكان محفوظ على مستوى الأساسات. يتميز الحمام بشكل عام من ثلاثة أقسام، أو يتألف من ثلاثة أقسام، هو القسم الحار والقسم الدافئ والقسم البارد، على غرار الحمامات تقريبا الحمامات اللي تعود للفترة الإسلامية. ولكن الميزة بالحمام هو كان القسم الدافئ والقسم الحار، وجود أحواض الاستحمام بعض منها كان بشكل مستطيل والبعض الآخر كان بشكل نصف دائري. كانت تتميز الحمامات الفترة الرومانية، أرضية الحمام بشكل عام كانت إما من الفسيفساء أو من الرخام، وكانت محمولة على عامدة من الأجر إما بشكل دائري أو بشكل مربع. في عام 1832 وقعت جبلة تحت سلطة إبراهيم باشا في أثناء الحملة المصرية على سوريا، وفي عام 1840 تم إخراج المصريين من جبلة، وفي عام 1865 غيرت الدولة العثمانية تشكيل الإدارة وأصبحت جبلة قضاءً وتضم نواحي عدة. فترة الانتداب الفرنسي في عام 1918 وقعت جبلة تحت الانتداب الفرنسي
بموجب اتفاقية سايكس بيكو المعقودة في أيار عام 1916 بين الفرنسيين والبريطانيين. وفي السادس من نيسان غادر آخر فريق من الجنود الفرنسيين اللاذقية، وأصبحت جبلة تابعة لمحافظة اللاذقية في سوريا. في كل شبر من هذا المكان حكاية من الحكايات التي لا تنسى. سنرحل مشاهدينا ونأخذ معنا حكاية سطرت بحروف من المجد وكللت بالغار. نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج مدن وقلاع وأسوار، وعلى المحبة نودعكم، إلى اللقاء.